السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الصف الخامس الابتدائي، أهلا بكم في قناة ماما وزياد التعليمية. النهاردة جايبة لكم كتاب قطر الندى في اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول، المنهج الجديد. وطبعا كلنا منتظرين سلسلة قطر الندى، كلنا عارفينها، مش هحكي عنها كتير. طبعا كتاب حلو قوي قطر الندى، طبعا دايما بتفاجئنا كل سنة. التدريبات بتاعتها جميلة جدا جدا جدا، وأكبر نسبة مشاهدة على القناة عندي من كتاب قطر الندى. الناس كتير قوي بتبقى طالباه، الناس بتبقى مستنية ان هو ينزل. انا بمجرد ما بينزل اي كتاب او اي جزء منه او اي نبذة كده بنزلها على طول عشان كله يشارك وكله يقرر يتفرج ويشوف ايه هو احسن كتاب خارجي. ادخل على القناة، انا بقول الكلام ده لو حد بيشوفني دلوقتي لاول مرة، انا بنزل على القناة كل الكتب الخارجية، جميع المواد وجميع الانواع، سواء كان قطر الندى او الباهر او الماهر او الاستاذ، سلاح التلميذ، الاضواء، سندباد، الشاطر، بيت باي بيت، جيم، كل الكتب الخارجية اللي ممكن تتوقعوها ادخلوا على القناة هتلاقوها موجودة، جميع المواد، جميع المراحل الدراسية ادخلوا هتلاقوها عشان نقدر نقرر ايه هو احسن كتاب خارجي. انا بنزل كتب سنة خمسة، طبعا منهج سنة خمسة لسه جديد ولسه بنتعرف على المناهج الجديدة والكتب الجديدة، وعشان نقدر نقرر كمان ايه هو احسن كتاب خارجي نقدر نشتريه ادخلوا اتفرجوا على الكتب، هتلاقوا الكتب كلها موجودة. بمجرد ما بيجي لي اي كتاب او اي جزء منه بنزله على طول، ادخلوا واتفرجوا هتلاقوا كتب مكتوبة بالاسعار الخاصة بيها. في كتب انا منزلها على الطبيعة ريفيو عليها، هتلاقي كتب بالسعر بتاعها. انا هسيبكم مع الكتاب ويا رب يعجبكم، بس كل اللي انا طالباه منكم، علشان في ناس بتقول لي الكتب مش بتوصل لي، ليه بيكتبوا لي في التعليقات؟ علشان انتوا بتعملوا اشتراك بس في القناه، مش بتعملوا تخصيص للجرس، لازم بعد اشتراك تعملوا تخصيص للجرس عشان يجي لكم اشعار ان انا نزلت الكتب. وشرح الدروس، انا بنزل شرح الدروس يوميا، انا بس نستقر على المنهج الجديد ونشوفه ونقدر نقرر ايه هو احسن كتاب خارجي، وبعد كده هتلاقوا كل يوم بنزل شرح جديد للعربي والرياضيات. ويا رب الكتاب يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة ماما وزياد التعليمية.